ارتفعت اخيرا الجامعات الاهليه، ويعني التجربه المختلفه كمان هنا في مصر، والجامعات الخاصه كمان موجوده، لكن الاقبال عليها السنه دي كان اكثر من رائع. واحنا عندنا حضرتك 16 جامعه اهليه، في جامعات دوليه اربعه، اهليه دوليه اربعه، دي اللي بدا انشائها انشاتها الدوله، اللي هي جامعه الملك سلمان والجلاله والعلمين والمنصوره الجديده. لكن الرئيس ادى توجيه بانشاء 12 جامعة أهلية تخرج من رحم الجامعات الحكومية. يعني يبقى عندي جامعة اسكندرية الأهلية وجامعة اسكندرية الحكومية المالكة لها أو اللي أنشأتها، جامعة بني سويف الحكومية وجامعة بني سويف الأهلية، جامعة بنها الحكومية. دي الهدف إيه منها أستاذة هند؟ أولا أن أنا أعظم الاستفادة من إمكانيات الجامعة الحكومية اللي موجودة، من معاملها ومن اعضاء التدريس وخلافه. نمره اثنين، بدي تشانل جديد او قنوات جديده للطلاب ان هم يلتحقوا بهذه الجامعات. نمره ثلاثه، ان اوجد فيها برامج تطبيقيه يحتاجها المجتمع غير موجوده في الجامعات الحكوميه، لان خلاص الجامعات الحكوميه تشبعت بعدد البرامج اللي موجوده فيها. ففي برامج جديده استحدثت وخلافه ابدا اعملها في الجامعه الاهليه. فكرة كلمة جامعة أهلية إنها تصرف من نفسها على نفسها، فالدولة مشكورة تبرعت الأول بإنشاء هذه الجامعات على نفقات. طب بعد كده إذا لابد تصرف على نفسها، من هنا جاءت فكرة المصروفات المخفضة، بدل أنا مسافر برة أو أنا مش قادر إن أنا أخش جامعة خاصة نظر لارتفاع رسومها، لا أنا بدي لك رسوم أقل بس عشان تبقى مورد لاستمرارية الإنفاق على هذه الجامعة الأهلية. لأن مفهوم كلمة الأهلية الجامعة الأهلية زي ما أشرت إنها تنفق من نفسها على نفسها، لا تدخل خزانة الدولة زي الجامعة الحكومية ولا تدخل جيب قطاع خاص أنشأها زي الجامعات الخاصة منها. جامعة هارفارد في أمريكا هي جامعة أهلية. الجامعة الأمريكية في القاهرة من اللي يملكها؟ هل الحكومة ولا لا؟ هي جامعة أهلية. إذن معظم الجامعات المتميزة في العالم هي جامعات أهلية، ما دام تكلفة التعليم اللي بتتم في هذه الجامعة بيتم توفيرها سواء من خلال مساعدات من شركات ومصانع وخلافه، زي جامعة هارفارد. ميزانية جامعة هارفارد تسمى ميزانية دولة، لأن من خلال الأبحاث اللي بتقومها مثلا على سبيل المثال لحل مشكلات الصناعات والمصانع المختلفة بيبقى لها عائد، وبالإضافة إلى رسوم الطلاب بتنفق من نفسها على نفسها، عشان كده نجحت. معلومات هائلة جدا عن الجامعات الأهلية، ممكن كتير من السادة المشاهدين ما كانش يعرف حاجة عنها، لأن الحقيقة هي تجربة فريدة. السنة دي بالطابور عليها، وخدت يمكن 20% من إجمالي المتقدمين ليها. طب ده شيء مبشر جدا الحقيقة. وبيؤكد برضو إن لأن فيها تخصصات كتيرة بتواكب العصر، فده كمان يؤكد إن أولياء الأمور والطلاب تفكيرهم اختلف جدا. كما بدأنا بالصحة نهينا بالتعليم، وحياتك بدأت كلامك أستاذ رفعت وقلت إن هما دول المحورين الأساسيين لنجاح أي دولة في العالم. فيا رب ان شاء الله كل النجاح والتوفيق لكل طلابنا ولبلدنا الغاليه مصر. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض.